عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا تركيب الفتيلة حق الدفاية 88X الكورية، دفاية الغاز. طبعا الطريقة جدا سهلة. نبدأ أول شيء نفك الجزء العلوي، المسمار من هنا والمسمار الثاني. نفك أول شيء الشبك، بعد ما فكنا المسمار من هنا نفك الغطاء اللي فوق عن طريق أول شيء نفك المعلاي، بعدين نفك الغطاء نطلع المدفأة، ثم نطلع الشبك بهذه الطريقة. بعد نفك الغطاء حق الرفع والتنزيل، فك غطاء التانكي مع القاعدة. طبعا الآن نرفع الحديدة هذه كذا. باقي عندنا 3 مسامير، نقرب هنا واحد، عفوا أربع مسامير، هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد وهنا واحد، هذا ينفك. طبعا ملاحظة قبل ما تغير الدفاية، إذا عندك خلل في التروس هنا أو هذا غيرت الفتيلة ما راح يضبط معاك. ضروري إنك قبل ما تغير الفتيلة إنك تتأكد إنه الدفاية كامل أجزائها سليمة، عشان ما تضطر بعد ما تركب الفتيلة توديها عند فني يصلح لك إياها، لأن ما راح تضبط معاك الرفع والتنزيل. فضروري إنك تتأكد إنها سليمة كامل أجزاء الرفع، الولاعة تكون شغالة بشكل سليم عشان تركب معاك الدفاية الفتيلة بشكل سليم. لكن لو ركبت الفتيلة وعندك خراب هنا أو في الولاعة ما راح تضبط معاك الأوتوماتيك الرفع والتنزيل بهذه الطريقة. هذا الحين سليم، التروس سليمة وكل حاجة سليمة، فتركيب الفتيلة بيكون معاك سهل في التركيب. الآن نبدأ نفك الصامولة. بعد ما فكيت الصواميل من أحلها بيدي، ونحن هذه الفتيلة مغيرينها للعميل بس كان عنده مشكلة في التروس اللي هنا وسوينا صيانة، بس راح نفكها ونركبها مثاني مرة عشان نعلمكم كيف تغيرون فتايل. طبعا في حاجة مهمة لما تفك الفتيلة وتغيرها، هذه المنطقة ضروري انها تتنظف لانه فيها زي الكربون. شوف هذا بعد التنظيف فيها زي الكربون فيمسك في الفتيلة، برضو هنا. فطرق تنظيفها سهلة، تركبون غاز شوية عليها وبالسلك تنظفون تصنفرون زي الناس فيها، أو عندكم نفس الطريقة بالفرشة هذه تسلكون فيها هذه، أو بالفرشة الأوتوماتيك اللي عن طريق الدراع تركب هذه، وبالدراع نفسه تصنفرون عليها كامل المحيط عليها تتنظف زي الناس، ويتغسل الخزان بالغاز شوية وينكب وتبقى كده نظيفة. الخطوة اللي بعدها نفك الفتيلة نفسها عن طريق نفك أول شيء الحين طريقة فك الفتيلة عن طريقة، لو نلاحظ هنا في سهم كتابة يمين ويسار على طريقة الفك. طبعا نلف ال هذه اليمين عشان نفكها، تنفك معانا الغطاء بهذه الطريقة لأنه فيه لوكات تقفل عليها. بعد ما فكنا الغطاء الحين نفك الفتيلة، نطلع الفتيلة. طبعا الفتيلة
لها مسامير اللي هي هذه، نسحبها سحب تطلع معانا، وبعدين نطلع حقها الحلقة اللي هي هذه. طريقة تركيبها جدا سهل، نجيب الحلقة نفسها ونمسك الفتيلة ندخلها داخل، في زي المسمار يركب على الترول على نفس الحلقة بهذا الشكل. طبعا تدخل يدك وتلزم فيها. إذا سير راكبة معانا بعدين طريقة ترجعها بهذه الطريقة. شوف نلاقي هنا زي الفتحات ندخلها فيها. طبعا ندف كذا شوية على ورا لما تركب معانا الفتحات جميعا وها كلها ركبت. بعد ما تركب نرجع نرفع الفتيلة زي كذا ونضغط عليها. نرجع نركب الغطاء. بعدين ندفه هذا الشكل، ركبت كذا معانا. الحين ضروري لما نركب تركزون بس معايا في طريقة التركيب. ندخل أول شيء البدايات ونبدأ نرفع، طالعوا حتى من هنا نبدأ نرفع بالتروس. ندخل خليها تنزل ثاني مرة، ارجع ارفع لين ما تبدأ معانا، ارجع ارفع لما تروح معاك. بهذه الطريقة ثم تضغط هذا الزر تبدأ ترفع. بهذه الطريقة التركيبة. طبعا ضروري بعد ما نركب الفتيلة نغرقها شوية بالغاز وبعدين نرجع نركب باقي الأجزاء. أول شيء نركب هذه القطعة. الآن نركب الصواميل حقها بهذا الشكل، هي أربعة. الآن بعد ما ركبت الصواميل وشدت عليها بيدي نشد عليها بالمفك بشكل بسيط. بعد ما ركبنا الصواميل وشدينا عليها نفك الغطاء هذا عشان نركب القاعدة، نركب قطر الخزان، نركب الحلقة هذه بهذا الشكل. بعدين نركب الشبك، طبعا تكون مسامير حقه في فتحة هنا للمسامير هنا تكون طابقة لهذه هذا الشكل. بعدين نركب الكلبس حقه حق التثبيت. بعدين نركب المدخنة بهذا الشكل، تأكد انها راكبة.
بعدين الغطاء العلوي، طبعا نفس الطريقة نطابق الفتحة هنا مع الفتحة هذه. والمعلاق أو الشيال نركبه كذا بشكل مائل،